الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استقلال الجزائر. فليتفضل السيد مشكور. الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. اولا يعني نشكر يعني السلطات المحليه يعني على الجهد هذا يعني اللي كانوا يتمنوه يعني الشهداء اللي ضحوا على هذا البلاد مهدي. كانوا يتمنوا يعني يشوفوا يعني اولادنا يعني كامل يعني في الحاله اللي رانا نشوف فيها اليوم مهدي. وهذه يعني المدرسه يعني مثاليه بالنسبه يعني للمدرسات الاخرين مهدي. ونشكر المدير يعني على اهتمامها يعني بالحالة يعني تاع المدرسة هذه يعني اللي صبحت يعني نموذج يعني للمدرسات الأخرين. ونتمناو يعني النجاح للذراري يعني للسنة الدراسية نتاعهم يعني هذا واش كانوا يتمناو يعني الشهداء اللي ماتوا وضحوا على هذه البلاد يعني ونالوا يعني الاستقلال نتاعها. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، وشكرا.